انا بغيت الفوطو نشدو عاوني نشد لك الفوطو يديا اللي هو شحال كينشد كيهضر هنا اما الطوق باش تدوز يديا ما كيشدش نشدوه الا كان شي شخص يكون ودايوغ انا نطلب من العمداء دائما سوري لائحة المزاورين عملين يعطوني فلان 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 واش هادو كلهم يزاورين يزاورين لو زعما انا كون دي كونت خدت لي زومبل وادي طوش انا انا لو جاو كونت بين فلان ما كيزاولش اسمي ديريكت مشاو للمؤسسات طلبوا لي زومبل وادي طوش ما كانوش بان لك كل فرع شي شي مشاو خدوا لي زومبل وادي طوش ديال شو كي فيريفيو واش كاين هاد الاستاذ قرا ولا ما قراش واش عطى النقط ولا ما عطاهمش مشاو لي كوبي كاسي سوي الحمد لله الله والله عفتو نسيت لا ما كاين عندنا شي واحد ديكلاري شبح ولا بغيت الشبح انا شوف عطوني واحد شبح دابا دابا انا مسترا واجده والله بيت كنت في هذا الباب شكرا انا اي ملف كيوصلني كندير فيه تحقيق اي ملف الى وصلني وصلني وكاين معطيات دقيقه لان كاين شي واحد المره كيتهامات خاويه ولكن الا كان شي ملف اللي هو مضبوط راه كنوقفوا عليه وكنديروا الحد ديالو ووجهه وكرروا توجيه الا كانت شي حاجه مضبوطه معقوله ماشي شلقان وكذا الا كانت شي حاجه مضبوطه ومعقوله انا معكم انا تنظن هذه المساله ديال التوظيفات معروف بان على صعيد الدولي اي توظيف توظيف الا تتواكب بواحد واحد واحد مجموعه من الانتقادات علاش عدد المناصب دائما محدود وعدد الخريجين من الجامعه الحاملين للشهادات العليا في تزايد احنا اللي علينا انه مسطره نطبق المسطره الا كانت شي حاله غش معروفه احنا انا ما كرهتش نوقفوا عليها ونشوفوها ونحدوا منها ولكن الى حد الساعه انا اي ملف يجب يتم تدبيره في اطار واحد المسطره معينه مع مراعاه تكافؤ الفرص وانا الى وصلني شي ملف كنوقف عليه السيد الوزير ينص على تكافؤ الفرص وتعاونوا معنا ان شاء الله نحاربوا الا كان شي حاجه في هذا النوع هذا ولكن لحد الان جميع الكليات جميع المؤسسات يشتغلون بواحد مسطره معينه كاين واحد الانجري ديال التوظيف مضبوطه كاين لجان متخصصة يتم اقتراحها من العمداء ويتم تعيينها من طرف رئيس الجامعة نتمنى إن شاء الله نكون في مستوى علاش لأن أصعب حاجة هي الظلم ولا والله يكره الظلم وكل شيء يكره الظلم احنا بغينا إن شاء الله أنه نساعد نتعاونوا في هذا المجال على أساس أنه جامعة كما لاحظوا بغينا لها أطر راقية بغينا لها أساتذة متميزين وبغينا لها طلبة متميزين علاش باش نواكبوا التنمية ديال البلاد ديالنا كما أراده صاحب الجلالة نصر الله وإياده شكرا الدور ديال الجامعة ودور ديال القضية الوطنية في الأخيرة إحنا في العمل الرياضي جولة جولة ما أنا بمشي وقت الصيام أنا بمشي وقت الصيام بمشي وقت الصيام بمشي وقت الصيام